التحرك، الله على الاستلام، الله على روما. مستحيل مستحيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم، ورجعت لكم تاني أختكم بندري شاهين. طيب، ديربي الرياض طبعا هيكون مع فريق النصر ومع الهلال، وكلنا مستنين هذه المباراة وأنا من ضمنهم. ولكن المباريات اللي تكون ديربي بين فريقين كبار دائما يكون لها انطباع خاص و ما نقدر نحكم لأن ما شفنا مجريات المباراة، ولكن نقدر نحكم على الفريقين خلال فترة الدوري في المباريات. أول حاجة نتكلم عن الهلال. الهلال فريق قوي ما يختلف عليه اثنين، فريق بطولات. الكلام الثاني والبلبلة والضجيج اللي بيعملوه على الهلال، هم عارفين انه الهلال فريق كل موسم عنده بطولة، فريق بينافس على النهائي، بينافس على الدوري، بينافس على بطولات خارجية. اي نعم، فريق الهلال الفترة الأخيرة او في هذا الدوري مو بمستوى اللي احنا شفناه في الدوري الموسم اللي راح، مشاركات خارجية، عنده بطولات، عنده مصابين، عنده غيابات، عنده مؤجلات، ضغط جداول، بس ما يطلع الهلال بهذا المستوى. شفناه مع الشباب وشفناه مع الطان، ما في اي حضور لفريق الهلال، ما في أي تركيز لفريق الهلال، الفريق ضايع. يعني ممكن تشوف لاعب أو لاعبين يلفتوا انتباهك إنهم شغالين داخل الملعب وبياخد مجهود قوي، أوكي، وبيحاول يساند، بيحاول يغطي، بيحاول يمرر، بيحاول يفتك، اسم واحد. ولكن باقي اللاعبين عنده إصابات، أوكي، أو مريحهم عشان مباريات مهمة، أوكي. ولكن الغريب من دياز انه دخل باسماء غريبه. يعني عندك مثلا زي عبد الله عطيف، كلنا عارفين انه اصابات. عندك الدوسري قلب دفاع، ناس الدوسري قلب دفاع. عندك فقيه، عندك ايضا شفت حمدان، صالح الشهري، الجوير، مريقة. يعني في اسماء غريبه، انا ما شفت الاساسيين. يعني حتى البريكان بدا يتركن عشان سعود عبد الحميد، يمكن المدرب شايفه افضل. شفنا تخبطاته مع فريق الشباب لدرجة انه اللاعبين مسكوا في بعض. شفنا في الطاي تغيرات غير صحيحة، لاعبين مراكزهم هجوم حاطتهم جناح، وسط فارغ، الدفاع. هذا ما هو الهلال. حتى لو الهلال مضغوط، بس ما اتوقع إنه الهلال يطلع بهذا المستوى. يقولوا التحكيم، شفنا أخطاء التحكيم وشفنا التحليل وشفنا الانتقاد، شفنا كل شيء. وفي أهداف أو ركلات جزاء لم تحتسب للاتحاد، يعني عندك حكم ضيع مجهود فريق كامل. ولكن ممكن نقول إنه الهلال مو مركز مع الدوري، حابب يشارك فيه آسيا، وبيحضر للاعب ميسي عشان كأس العالم. ممكن نقول ما في راسه الدوري، ولكن التخميد هذا اللي احنا نايمين عليه
الهلال مجهز، الهلال عنده غيابات، الهلال والهلال، فجأة بوم ياخذ الهلال الدوري. شفنا الموسم اللي راح خسر كأس الملك مع الفيحاء ولعب الكلاسيكو مع الاتحاد وفاز واخذ الدوري، وهو نفس الحكاية، بطولات ومؤجلات المنتخب وإصابات. ولكن اللي ساعد فريق الهلال دائما الدكة. كنا نقول أول وكنا نستغرب الموسم اللي راح، ليش الهلال أخذ سعود عبد الحميد وأخذ المالكي وأخذ ماني عارف مين وجاب موسى مريقة مبلغ الفلاني، أو ماي جاد البلطان استغنى عن إيقاله، علشان هذه البطولات وهذه المنافسات وهذه الإصابات. كان عنده تكديس من اللاعبين لأنه هو عارف أنه هيجي وقت زي هذا الوقت اللي هم فيه عنده دكة. عشان كده إحنا بنطالب إدارة الاتحاد أن الموسم الجاي يكون عندنا دكة محلية. والله أنا عن نفسي زعلان على فريق الاتحاد الهلال، سوري زعلان على فريق الهلال. يعني ما يحلى الدوري بالمنافسة إلا الهلال. إحنا نستنى دائما مباراتنا مع الهلال سواء على أرضنا ولا على أرضه، علشان الهلال يستحق أنك تتنافس معاه، عنده عناصر وعنده لاعبين. ولكن المباراة هذه راح تكون مع فريق النصر. هنتجه دحين إلى فريق النصر. إحنا سمعنا في الأوقات الأخيرة أو الأيام الأخيرة في السوشيال ميديا أو جاء بيان صحفي من إدارة النصر أنه تم فسخ عقد المدرب غارسيا. ناس مع ضد وناس مؤيد، اللي هو المدرب غارسيا. أنا والله ماني عارفة أقول أنا مع أو ضد. أنا شفت غارسيا ماشي تمام مع فريق النصر لغاية ما جاء كريستيانو رونالدو. يمكن المدرب مو حابب اللاعب أو مو محتاجه، ولكن فرض عليه اللاعب، سواء ترفيه، سواء اقتصاد، سواء أيا كان، إعلان للدوري، دوري روشن بوجود لاعبين كبار أصبح أهم دوري، أوكي استثمار. ولكن المدرب يمكن شايف أنه مو في حاجة كريستيانو. أول ما جاء غارسيا تاريخه في الدوري وفي البطولات، راح يكون مشروع قوي لفريق النصر ومدرب عالمي، شخصيته قوية وما حد يقدر يناقشه. طيب عشان انتوا ما تقدروا تناقشوا، إدارة النصر ما بتناقشوا، خبص لكم الفريق ومشي. لكن إقالته في هذا الوقت وانت عارف انك في نص الدوري وعارف ان عندك بطولات وعارف انك الوصيف وعارف انه ما بينك وبين المتصدر غير 3 نقاط، او هم حابين يجيبوا مدرب جديد علشان يصعد النصر بهجوم اقوى، الله اعلم. المدرب دانكو او دانك سي في تبعه عادي جدا، ولكن اكثرهم بيقولوا او بيشجعوا فكره دانكو انه يكون مدرب، وكان في درجه الشباب وخرج من يده اللاعب اللي هو محمد مران. ممتاز، ممكن يفيد الفريق او يسوي او يعمل اضافه وبعد كده يجلبوا مدرب عالمي. ولكن غارسيا وصل مع النصر لدرجة انه ما صار عنده حلول. يعني احنا بنشوف فريق النصر داخل الملعب دائما الفينش عنده متأخر، انهاء الهجمة عنده متأخر، دائما بيرجعوا دفاع، دائما بنشوف تمريرات كريستيانو الغريب بتضيع، دائما بنشوف غريب ضايع داخل الملعب، دائما اللاعبين مركزين على العرضيات عشان توصل الكرات لكريستيانو. كمان في لاعبين المفروض ان يتم الاستغناء عنهم زي جوستافو، مع انه انا من محبي جوستافو صراحة وعمره كبير، زي
مشاري بوف بتني. يعني أسماء عندكم أجانب أنتم ما أنتم في حاجتها. ممكن المحليين يخدموا فريق النصر أكتر. عندكم تاليسكا، تاليسكا لوحده حكاية في فريق النصر. يعني أنا في كورة شفتها لكريستيانو مررها الغريب، وغريب ضيع الكورة. لو كان تاليسكا ما هيضيعها، ممكن يتمركز صحيح خارج ال 18 ويجيب هدف. التردد في اتخاذ القرار هذا هو اللي يدمر الفريق. لما تزرع هذا الشيء عند اللاعب انه مو قادر يعمل الفينش، او مو قادر يتخذ قرار لما توصله الكورة، ما في قرار سريع. اللاعب الوحيد اللي عنده سرعة القرار تاليسكا فقط. انا اسميه نجم. انا تاليسكا ممكن يعمل لي اضافة لفريقي، لكن كريستيانو رونالدو ما عمل اي اضافة لفريق النصر. ايضا بيقولوا من المقولات اللي انا بسمعها وانا بقولها ليكم، انه تم فسخ عقد بعض اللاعبين بسبب رواتب كريستيانو رونالدو. طبعا اللاعب ما هيكون عنده تركيز ولا هيحب الفريق وهيزعل. ممكن يتفسخ عقدي في اي لحظه، زي حمد الله وزي ابو جبل وزي المدرب، فما لي نفس ألعب. أيضا بيقولوا أنه سمعوا بعض الكلام من المدرب داخل غرفة الملابس. غرفة الملابس المكان الوحيد والآمن والمريح للاعبين، لأنه فيه الحب والدفء والتعاون والانسجام والمحبة، هذه كلها موجودة في غرفة الملابس. زي ما بنشوف في فريق الاتحاد في غرفة الملابس دائما نونو سانتو سمح لحجاز ان ياخذ مساحة سبيس بسيط عشان يتكلم ويدعم الفريق قبل بداية المباراة. دائما بنشوفها في الكواليس. وفي بعض الأندية بيكون عندهم داخل غرفة الملابس مشاكل. انت ليه تقول المدرب يخرجني؟ انت ليش ما ناولتني الكورة؟ انت تجاهلتني؟ ويبدأ الشحن بين اللاعبين، وشفناها في فريق النصر. فغرفة الملابس هي سر اللاعبين وقوة اللاعبين. لازم القائد يكون حازم، يكون عنده سبيس علشان يتكلم مع اللاعبين ويديهم الدافع القوي بجمع الثلاث نقاط. ولكن لما يكون في غرفة الملابس شحن قوي، اللاعبين على بعض، ما في يكون في أي تركيز. أكذب عليكم لو أقول لكم إنه فريق النصر ما عنده عناصر وفريق الهلال ما عنده عناصر. لا، فريق النصر عنده عناصر قوية فعلا، وفريق الهلال عنده عناصر، ولكن إيش فائدة العناصر إذا ما في أبجديات الكورة ومهارة الكورة ولعبها؟ وأحترم الجمهور وحضور الجمهور، وأتنازل حتى لو أنا ممكن في بيني وبين المدرب مشكلة، أتنازل عشان الفريق. أنا في نص الدوري، حرام تضيع على فريقك الدوري عشان هيافة، عشان انت زعلان، وعشان انت ما تبغى تطبق كلام المدرب، ومو عاجبك انه يخلي لاعب اساسي وانت موجود، وانه جلستك على الدكة ويبعدك عن المنظومة. ما لها داعي انه انا اوصل لهذه المرحلة مع المدرب، او المدرب يوصل لهذه المرحلة مع اللاعبين، ويبدأ اللاعبين بالاستهتار وعدم احترام الخصم ولا مبالاة، بعدين يروح يسقطوا على الاندية انتوا السبب. لا، أنا معاكم إن المدرب يكون حازم وشخصيته قوية ويعاقب اللاعبين، في نفس الوقت يدعمهم. لكن لما يكون المدرب أساساً مو متفاهم مع اللاعبين،
وفي تغيير مراكزهم. اللاعب إذا مرتاح في مركزه ما هيقدم لك أي مستوى، انسى. لازم اللاعب يحب مركزه عشان يقدر يقدم لك مباراة رائعة. لكن كل اللي نقدر أقوله بالتوفيق للفريقين. أنا تكلمت عن النصر بالمشاكل اللي عنده واللي احنا بنسمعها في السوشيال ميديا واللي صارت حديث الموسم، وبنشوف مستويات الهلال داخل الدوري وآخر مباراة. وعلى فكرة بقول لكم على حاجة، الأرقام الفريق هي اللي تبين لك مستوى اللاعب، يعني تبين لك مستوى اللاعبين. إذا الأرقام ارتفعت فمستوى اللاعبين جدا ممتاز وقدم لك مستوى رائع. شفت الأرقام انخفضت ففعلا اللاعبين ما بيقدموا أي مجهود. ولا نجلس نقول الحكم المحلي والحكم الأجنبي، ممكن الحكام حابين يشوفوا مجهود اللاعبين ولا تعتمد على ركلة جزاء ويعطي فرصة لاعب، أو هو شايفه مو ركلة جزاء وأنت شايفها ركلة جزاء، ممكن بيشوف بتشوفوها من زوايا مختلفة. ولكن ممكن فجأة ينهض الزعيم أوكي ويخسر النصر، مين هيكون عندك الآن منافس؟ الشباب. وراح يكون في حلقة مخصصة إن شاء الله هنتكلم عنها عن الشباب، راجع بقوة. وممكن يفوز الهلال ويأخذ المركز الثالث، ما ندري عن مجريات المباراة. ولكن انت الموسم اللي راح يا اتحاد كان عندك منافس واحد الهلال واخذ الدوري، الان انت عندك الهلال النصر الشباب، ثلاثة منافسين. هذا اللي انا حبيت اوصله ليكم، ويعطيكم العافية وشكرا ليكم وبالتوفيق للفريقين، وكل سنة وانتم طيبين.